تعال عمر راشد سالم. قبل المباراة أكد زوران أن النتيجة أهم من الأداء، أما العنبري فطالب جماهير الشارقة بالتفاؤل وأكد أنه يبحث عن نقاط فوزه الأولى على حساب المتصدر. البداية عناوية، لكن تألق دفاع الشارقة بقيادة الحارس المتألق ديدا حافظ على نتيجة التعادل وأبقى على حظوظ الشارقة. يعني دربيات كلاسيكو، كرة تتلعب خطيرة، يا ساتر، جول جول الظهير عيسى سانتو. هدف جميل لا نشاهده كثيرا، فيه من المهارة الكثير ومن الحظ الكثير، والشارقة يفاجئ أصحاب الدار وزوران مهموم. كرة تتلعب، تسديدة خطيرة، ترجع مرة، يا ساتر، جول جول. 10 دقائق احتاجها العين للعودة، والمباراة واعدة بالإثارة وبإبداعات عالية المستوى من اللاعبين والمدربين. وكأنه لم يكتب للعينوية أن يهنأ في المباراة، فلم يصمد التعادل طويلا ليأتي بعده إقصاء مهند العنيزي. أمل الشارقة بات أقوى وثقتهم تضاعفت ليأتي هدف التقدم من جديد في الدقيقة 58 والتوقيع هذه المرة لعمر جمعة. عمر جمعة يسجل في مرمى فريق نادي العين الهدف الثاني من كرة كانت خطيرة تماما. أخطاء دفاعية قاتلة، وبعد المدافعين جاء الدور على ديدا ليهدي العين هدف التعادل الثمين. الأخطاء جزء من اللعبة، والحكم المساعد لا يحسن التقدير، فيستفيد العين من هدف التقدم لأول مرة في المباراة. ماركوس بيرغ سجل هدف العين الثالث قبل 7 دقائق من النهاية، وماركوس بيرغ يقصى بالصفراء الثانية في الدقيقة 88. دقائق مجنونة والجنون اكتمل بركلة جزاء للشارقة، فدوغلاس لم يحسن دور المدافع، أما مواطنه فاندر فييرا فأحسن تنفيذ ركلة الجزاء لتنتهي المباراة بتعادل عادل. أغضب زوران لأنه فشل في تكرار سيناريو مباراة عجمان ليعوض العينوية عن سوء المستوى بالنتائج. حمادي قردبو، صدى الملعب. هذا يعني أن عيسى